وما عندك وقت يعني لطرح بعض النقاشات من الجمهور، ممكن ما يكونش عندنا وقت نجاوب عليها كمان نطرحها. بعدين في استراحة يعني على أساس الوقت ما تروحوش على البيت بحجة العشاء فيهم يعني، ففي استراحة وبعدين نكمل الجلسة الثانية. فالدكتور وجيه، دكتور وجيه كنفراني، دكتور وجيه مش عارف إلى حدا. دكتور وجيه أستاذنا بالموضوع يعني، ومؤرخ مشهور ومهم وكاتب، وبعض اكتبس كتبه عمليا، فأنا أعطيته لأنه كان لازم يحاضر، فأعطيته هلأ يحكي شوية يعني. فمش راح نطبق هاي على الباقين، أوكي؟ إذا سمحتوا نحاول مداخلات قصيرة قدر الإمكان. تفضل أستاذ، بعدين السيد يورد.
السلام عليكم. أول شيء أحييكم في تعليق بسيط للدكتور وجيه. الطائفية أصلاً الدستور اللبناني هو طائفي أصلاً كذا يعني حتى الرئيس مسيحي ورئيس الشورى سني والشورى شيعي هو أصلاً أوريدي يعني ما له خيار يعني ما له يعني ممكن إن مثل ما تفضل أيضاً الدكتور سمير إن الجمهورية ضد التوريد فهو توريد أصلاً المسيحيين يتوارثون الرئاسة والشيعة مثل الشورى والسنة توريد دين وأيضاً على سريع من الدكتور قال بسرعة وأيضاً الدكتور عزم نظام من نقطة ديمقراطية والأكثرية لأنه هو نظام أصلاً ديمقراطي مبني على الأكثرية في مجالس الشورى أو الجهوية أما بالنسبة أن يعني النظام الديمقراطي كدولة فصل السلطات ثلاثة ولكن في مجال الإصلاح لا بد من أكثرية لأن هم الشعب منهم أهم يعني هم النهاية سواء كان مثلاً 50+1 أو 50+2 وأيضاً آخر شيء الدكتور سمير بأن دستور مصر الآن ما أخذ عن أنه ينبع من الشريعة الإسلامية ولم يغير بس شكراً أعطي للسيدي وراء شكراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقدام وهيبة بشوني ألو شمال لو سمحت اتفضل كنت موظفة بالأمم المتحدة بشؤون منظمة شؤون اللاجئين لعشرين سنة مصرية وفخورة بالأستاذ سمير بونوس و يعني أولا عايز أشكر الدكتور بشارة على التحليل يعني انبهرت بيه بتاع التغفية يعني هايل ويا ريت نعرف ننشره يعني بالنسبة لمصر هتكلم أنا زعلانة جدا على اللي بيحصل النهارده في مصر بس عايز أقول حاجتين أنا موافقة عليهم حضرتك قلته إنه فعلا بداية 25 يناير يعني احنا بعيد قوي عن اللي حصل في الاول ومش عارفه ازاي بقينا كده في بس نقطه صغيره يعني لو سمحت لي عايزه يعني اوضحها انه احنا المصريين كلنا بعض مصريين ومسيحيين يعني ما بحبش ابدا النهارده ما حد بيقول الابار لان لما بنقول الابار بنقول هم اقليه عمره ما المسيحيين كانوا اقليه وثلاث أربع مرات في التاريخ المصري طلب من المسيحيين هل تحبوا إنه نعملكم من الحكام إنه نعملكم كأقلية رفضوا وكلهم من البشوات في مصر فإحنا يعني دي نقطة اللي عايز أقولها يعني مش من مصلحتنا النهاردة نقول الأقباط الأقباط يعني مصر كيوس إغيطس كويس يعني ما فيهاش مسيحية وما فيهاش إسلامية ولا هي مصر كويس كده دي الحاجة الوحيدة لو سمحت لي حضرتك إنما كل الباقي أنا موافقة وزعلان على اللي بيحصل وربنا يعمل الخير بس شكرا جزيلا أخ دكتور باسم بعد أوكي دكتور تفضل أخ حسن بعدين دكتور باسم بعدين بدنا ننهي أي هذا موضوع بتعرفه بنتهيش كل واحد عنده في الأقل فئة تفضل السلام عليكم أنا حسن الجفيري من قطر وأشكركم واستفدنا يعني من أساتذة المتحدثين ومن الأستاذ يعني الدولة دي فشلت سواء كان في الصومال أو في السودان أو في إيران في جنوب لبنان في أفغانستان في باكستان يعني أنا في رأيي أعطيكم مثل لبنان كان في السبعينات دولة متقدمة وكانت قصدي متقدمة بالنسبة لمالطا وقبرص والآن قبرص ومالطا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وشوفوا الآن لبنان يعني هي دولة فاشلة وغرقانة في الديون ودول الخليج من سنة 49 هي تنتج النفط ولا دولة منها استطاعت أن تكون دولة متقدمة لماذا؟ لأنها دول يعني غير
يا أما دول فيها ديمقراطية زائفة أنا أسميها، في ناس يسمونها ناقصة مثل ما يحدث في بعض دول الخليج، أو دول مثلاً يعني دكتاتورية أو مستبدة. فمثل ما قال الأستاذ عزني، الديمقراطية تتخاصم مع الطائفية ومع القبلية. فانتعاش الطائفية أو القبلية في أي دولة معناته أن هذه الدولة غير مدنية وغير متحررة ويعني فيها نواقص. فأنا أعطيكم مثال الآن اللي حادث في البحرين. أنا يعني متعاطف مع المعارضة، ولكن أنا قلت لهم لازم تشيلوا العباية الطائفية منكم. قلت لحق علي سلمان في قطر، هنا كان في كتارة في مؤتمر التقارب بين المذاهب، قلت له أنت تسعى إلى دولة فقيه ولا دولة مدنية؟ إذا أنت تسعى إلى دولة فقيه فأنا حسن دفيري معك، عفوا من دولة مدنية أنا حسن دفيري معك، وإذا كنت أنت تسعى إلى دولة فقيه وهل حسن جفيلي مع مين؟ دولة مدنية. فقلت له يا أخي انزع العباية والعمامة. فقال لي ليش؟ إيش علاقة العباية والعمامة مع الدولة المدنية؟ فقلت له هذا رمز ديني، العباية والعمامة لابد أن تنزلها. شكرا حسن، مش نعطي لغيرك، شكرا جزيلا. شكرا دكتور باسم، تفضل. انا بتصور انه احنا ننهي، لا اقول لكم ورش في كمان جلسه ممكن التعبير عن الاراء فيها، هي جلسه ثانيه من نفس الموضوع، ما راح ننهي في جلسه ثانيه من نفس الموضوع لاحقا، ممكن الاحتفاظ ببعض الاسئله للدكتور الشنقيطي للدكتور جمال للدكتور عبد. الدكتور الشنقيطي راح يحكي عن علاقات الشيعية السنيه مثلا، الاسئله بتكون له. دكتور جمال ضروري لا جلسه ثانيه بس ثانيه. طيب في عندنا جلسه ثانيه بيكون فيها مجال للنقاش اكثر لانه فقط متحدثين ثاني، ولذلك أشكر لكم حسن استماعكم وبدعوكم تبقوا للجلسة الثانية لأنه هي نفس هذا، ولكن فقط مع استراحة أحسن لا تقولوا جماعة مع الشناش وتهدونا بالحكي، فالمجال مفتوح. شكرا جزيلا.